المشروع هذا في صفاقس مع شركائنا نحن شباب ضيوف في صفاقس. المشروع هذا قائم على دعم 8 مبادرات في ولايه صفاقس من بلدات مختلفه. المبادرات هذوما موجودين في 5 بلديات، كل من بلدات صفاقس المدينه، شحيه، قرمده، بير علي بن خليفه وقرقنه. المبادرات هذوما العمل نتاعهم في مجالات مختلفه، عن المجال البيئي والرياضي في قرقنه، عن في قرمده المجال نتاع تثمين نتاع النفايات والثقافي، وفي شحية بير علي بن خليفة عنا العمل على العمل المواطني بالأخص وتعزيز قدرات الشباب وتمكين من كبار السن للنفيذ للخدمات البلدية. وعنا زاد مبادرة نتاع إعادة تشجير الغابة في بير علي بن خليفة. اليوم كي نحكيو على المبادرات بالشكل هذا ديما نحكيو على مساله الاستدامه، ونراو في جل فو مونديال هذوما اللي في الحماسه اللي كيف هكاك يموت البروجي مجرد طرح المنظمه. بالضبط، هذايا من كان الاستدامه كان من لي كريتير ولا من لي كريتير نتاع سيليكسيون نتاع الانيسياتيف. الاستدامه هذا كان عنصر ياسر مهم، هذاك علاش كي حلينا نحن الابيل كونديداتور كان مفتوح لجميع المبادرات في صفاقس، حاولنا ناكدوا اللي تكون مبادره موجوده، باش نحاولوا نطوروا من مبادره ديجا موجوده في صفاقس، معناها مش مبادرات محدثين جدد، هو كان عندنا الاختيار محدثين جدد حتى لازم نختاروا، لكن اكدنا باش تكون على مبادرات موجوده في صفاقس باش نحن نجموا ندعموها باش يطوروا من المبادرات الموجوده. كي نحكي عن دعم تعزيز قدرات الشباب اللي قايم على المبادرات هذه مع العمل مع البلديه، وزاد تعزيز قدراتهم معناها ماليا لتفعيل ولا تطوير بالاخص للمبادرات هذه الموجوده ديجا في ولايه صفاقس في البلدات اللي حكيت عليهم. الدعم كيفاش تمثل معناها تحديدا؟ دوره من المسؤوليات البلديه. كما قلت الدعم هو زوز انواع نتاع دعم، معنا دفر منظمه المنظمه الدوليه تقرير عن الديمقراطيه مع ويوف اللي هو الشريك نتاعنا. دعم كما قلت انا تقني، يعني تعزيز القدرات نتاعهم، معناها مش الشباب يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، نحكي شنو هما الانتخابات، الدور المهم نتاع الشباب في الانتخابات والمشاركه نتاعهم في الانتخابات، نحكيوا على شنو هي الحوكمه المحليه باش نعززوا من المشاركه نتاع الشبابيه مع في العمل المحلي البلدي، على خاطر لاحظنا نقص كبير ما بين العمل مع البلديات. بالنسبه للبلديات هذيك علينا نركزوا برشا على البلديات في المشروع هذايا باش نحاولوا نقربوا نخلقوا مساحه وين الشباب هذوما والحاملين المبادرات يكونوا موجودين مع البلديه ويتناقشوا. هذاك علاش انا قبيله وريت عندنا ديزاكتيفيتي وين يتلاقاو البلديات ولا اللجان الخاصه اللي هي عندها علاقه بالمبادرات في البلديه باش يتناقشوا على المشروع، يحكوا فيما بعضهم، تجرى كلها تناقشوا ما بين البلديه وحاملين المبادرات. تلقتم مع المشروع حاملين المبادرات كيفاش تم اختيارهم؟ الاختيار نتاع حاملين المبادرات كما قلت لازم تكون مبادرات موجوده ولا جديده، معناها حاولت تكون متنوعه، لكن الشروط نتاعنا كانوا حول الاستدامه نتاع الفكره، المبادره تكون انوفونت، الابليكاسيون نتاع المبادره لازمها تعزز من المشاركه الشبابيه في العمل المحلي بالاخص مع البلديه، وبالاخص بالاخص تعزز تشريك الشباب في الشان المحلي حول مبادرات مواطنيه بيئيه. المهم فما العمل على عمل الشباب على المستوى المحلي في سنة. انطلقتم مع البلديات وقت كنا نحكي على ديمقراطيه محليه، اليوم الديمقراطيه المحليه وكسيون على هذا، شنو هو دوركم في اللعبه هذه؟ نحن فما ما طلقنيش في البلديه، هذاك علاش الانطلاق تاعنا كان مش شباب. بالشباب وحاولنا نقربوهم نحن نقولوا ليزوتوريتي لوكال، معناها الفاعلين المحليين، البلديات هي فاعل الفاعلين المحليين، معناها كان ريت قبيله في الورشات، معناها نحاولوا باش نقربوا زاد حتى البريفي المبادرات البلديات، يعني المشروع ما يرتكزش اساسا على البلديات، هو يرتكز اساسا على المبادرات الشبابيه وبالاخص على الشباب والديمقراطيه. بعد الشباب والديمقراطيه اربطهم بالديمقراطيه البلديات في الوقت الراهن. هذاك علاش كما قلت لك تشريك الشباب في العمل البلدي ياسر مهم حول المبادرات، هذاك علاش نحاول يكونوا فما لقاءات ما بين الشباب ما بين اللجان الخاصه حسب المبادره شنو هي المجال نتاعها، كان مع البيئه باش تقعد مع اللجنه اللي عندها علاقه بالبيئه، كان مع كبار السن كبار السن والمراه والاطفال، دونك التدخل معناه فريمون واضح وسبيسيفيك وخاص للمبادره شنو هي ومع عمل البلديه يعني بالتوزيع. في قرقنا مشروع يطرح جداريات عملاقه في داخل البورتو، اليوم كي نفرضوا الاستدامه بتاع المشروع هذا
كيفية الاستدامة من منظوركم؟ هي المبادرة، هي الفكرة هي اللي قدموها حامين المبادرة يعني الشباب، لكن التنفيذ نتاعها باش يكون بالتعاون، ولا بأخذ عين الاعتبار الرأي نتاع البلدية، وهذايا هذاك علاش قابلنا البلدية قبل ما نبداو العمل نتاع المشروع. دونك تفهمنا اللي باش يكون فما لقاء ما بين حامين المبادرة والبلدية باش يحكيو على المشروع والاستدامة نتاعو، وهذايا زادة بو إيفيتي اللي تخدموا حاجتين في نفس الوقت، معناها باش تكون حاجة والبلدية على علم بها، والمبادرات معناها يخدموا في أريحية، معناها والبلدية على علم، معناها مش اليوم الباقو تاع التمويل تاع الجمعيات كل ثمانية مبادرات قداش؟ معناها القيمة اللي تعطات للجمعيات هذوما وللأطراف هذوما والهياكل هذيا في قداش القيمة نتاعها؟ معناها باش نحكيو على بروجي ضمن الاستدامة. التمويلات نتاع باش نسجلوا مصلحة معناها نتاع المبادرة ما بين 5 و15. معنى الفرد ولا الكل؟ هذاك على البروجي. اي البروجي مبادرات قلت انا 5 انواع، مبادرات جمعيات، مبادرات مجموعه شبابيه، هما نصرفوا معاهم كيف يا جمعيه ولا مجموعه شبابيه. لكن بما يخص معنا شكون الامور معناها اللي يخص لما يجي السيوم تاع الموارد تاع 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 بالخص بما يخص الافراد، معناها تكون حاجه قانونيه. هذاك علاش عندنا شريك نتاعنا في التسويق ضد بيوت، هما اللي يشرفوا على التمويل ولا على دعم المبادرات هذه بالخاص فيما يخص المجموعات الشبابيه. خارج الصفاق شنو مبادرتكم؟ لا مبادرتنا كان في كان في صفاقس، معناها في المشروع هذا كان في صفاقس، هو جوست بروجي بيلوت، معناها كان نجح في صفاقس ان شاء الله باش يخدم على البلديات اللي في صفاقس الكل. وعلاش لا في ولايه اخرى من تونس؟ علاقه الخروب بمنطقه بير علي بن خليل، علاش خروب؟ في مدينه عطشانه الوادي تعدى مع سيرار، ونعرف الخروب ينبت على حد الوادي. المبادر هو تشجيع الخروب، ما تروح من عند المبادرة كما قلت، راهو باش يتم مناقشة المبادرات هذه مع البلدية، يعني اللي تحكي باش يتم مناقشة مع البلدية حسب معناها هو سي بروجي تقبل تعطى معناها دونك كذا شسر. يعطيك الصحة، هاي مرحبا بك، اقرب شوية لهنا، هاي استنى الزملاء ندرش في انتظار يا خوتو الجماعه داخل هو اكس معين. لا درش في انتظار ما تقدم لنا روحها. ايه درش مزال كنا ناخذ في رولاف على صديقتك، وكنا نحكيو على محتوى لي بروجي هذوما، سالنا على الخروب وعلاقته بين علي بوخليفه. استنى استنى مازال 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 هاي برا مازال في الاوف مازال. عسلامه ملك سوسي ريسبونسابل. عسلامه ملك سوسي ريسبونسابل على تيماتيك لانجاجمون سيفيك في منظمه نحن الشباب. وجاي معكم هوني باش نحكيو اكثر على البروجي شباب من اجل الديمقراطيه اللي ريتو قبيله البريزونطاسيون نتاعو. لو كنت تعطينا فكره على البروجي نتاعكم واهم النقاط واليوم نشوفوا الاهداف نتاعكم. الاهداف نتاعكم هو برانسيبالمون البروجي هو موجود في صفاقس كبرومييغ، ان نحن باش نقدموا دعم تقني ومادي لمجموعه من الاشخاص والجمعيات اللي هما 8 مبادرات نتاع مشاريع. البروجي هذا تزود تحديدا باش نعزوا من مشاركة الشباب على الشأن المحلي، وانهم يمشيوا لبلدياتهم وانهم يوليوا يراقبوا، مش نكتفيوا اننا ننتخبوا كهو، يعرفوا زاد الغول نتاع البلديه شنو هو تحديدا، كيفاش ينجموا يطوروا بالمنطقه نتاعهم. وغادي كمان 8 مشاريع، انتظاراتكم قداش تمسوا في النومبر تاع المستفيدين؟ نومبر تاع الشباب امباكتي اي اللي مش تمسوهم الشباب قداش يمس؟ ان شاء الله باش نحاولوا نوصلوا للماكسيموم اللي نجموا. ديجا نحن الندوه الصحفيه هذي استدعينا فيها برشا من المجتمع المدني، تحديدا باش ان نعملوا علاقات نتاع التشبيك ما بين المبادرات وما بين جمعيات اخرين ولا اشخاص ولا شباب يحبوا يخدموا ويعاونوا المبادرات نتاعهم في الخدمه وفي لامبليمونتاسيون تاع المشروع. دونك احنا نحبوا نوصلوا للماكسيموم وان شاء الله باش نوصلوا للماكسيموم. عمليه المتابعه تاع المشاريع وقتاش ينطلقوا كيفاش تلقى متابعته؟ هما ان شاء الله في جويلي تبدا لامبليمونتاسيون تاع لي بروجي، خاطر باش يتعداو كيما قلنا نحن باش نوفروا لهم دعم تقني كيلكو سوا كوتي منظمه نحن الشباب ولا منظمه التقرير الدولي. دونك باش نبداو احنا بدي سيكل دو فورماسيون، ومن بعدها ان شاء الله يبداو في لامبليمونتاسيون في جويلي، يكملوا في ديسمبر، وان شاء الله نعاودوا نستدعوكم بكونفيرونس دو بريس اخرى باش تكون في جانفي وفيفري، وقتها نحكيو على الامباكت ونعطيكم دي شيفر اكزاكت نتاع كل مبادره قداش مسك من شباب وكيفاش خدمنا وكيفاش عملنا. اللي استانسنا به في
ضمن المنظمات الاخرى تقريبا المشاريع نراهم نحضر في بدايتهم نحضر في نهايتهم نرجع ما لقاهمش هذوما بيان سور فما حاجه باش تصير معنا كيما حاجه ملموسه باش تصير وكيما رينا مبادله قرقنا فما قرقنا كونتون ديو ما عملنا 20 فراس كل حاجه نعمل باش نستمر قد تربي نحن ديجا من الكريتير اللي معناها اخترناهم واخترنا بهم البروجي هي ديورابيليتي دونك احنا من اهم حاجه قاعدين نلوجوا عليها هي ديورابيليتي وابار معناها لي ريونيون اللي باش نعملوهم مع مع البلديات باش نحاولوا نعملوهم لي ريونيون مع دوطخ بارتي برونونت كيما مثلا بنوك نتاع الدوله باش يخلوا عندهم قروضات ينجموا يكملوا البروجي نتاعهم مصادر اخرى نتاع تمويل باش ينجموا يكملوا يخدموا على ديورابيليتي نتاع البروجي انت لك لي بروجي فعليا وقتاش؟ جويلي شهر جويلي